نروح بقى للتفاصيل. النهاردة أقيمت قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، والأهلي طبعا حامل اللقب دوري أبطال أفريقيا كالعادة يعني، ومعفي من أداء مباراة الدور التمهيدي، وهيبدأ من دور ال 32 مباشرة إن شاء الله. القرعة النهاردة أسفرت عن مواجهة الأهلي للفائز والمتأهل من مباراة جروما جورماهيا الكيني والمريخ جوبا بطل جنوب السودان. الأهلي مش بس حامل اللقب للمرة الثانية على التوالي وال 12 في تاريخه، ولكن كمان هو الأعلى تصنيفا في القارة وفي البطولة، وبالتالي ده أمر طبيعي جدا إن هو يعفى من الأدوار التمهيدية. ومن المقرر أن يبدأ الأهلي مشواره في الدور التمهيدي الثاني، حيث هتلعب مباراة الذهاب في أحد أيام من 13 ل 15 سبتمبر خارج الأرض، على أن تقام مباراة الإياب أحد أيام من 20 ل 22 في نفس الشهر بالقاهرة. بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي للحصول على اللقب الثالث على التوالي، وكمان يكون الحلم اللي بننتظره من فترة طويلة بالتتويج باللقب الثالث على التوالي. حاولنا أكتر من مرة وللأسف كانت الظروف خارجة عن كرة القدم بتحرمنا من التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي. احنا حققنا مرتين ورا بعض كذا مرة، لكن الثالثة على التوالي دي ما كناش موفقين فيها. لكن الأمل في الجيل الحالي ومع الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر وبدعم مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الأسطورة كابتن محمود الخطيب، إن الحلم ده يتحقق. تعالوا نروح ل